وشعارنا هو ادخل سخن، وادخل سخن، خذ اخويا للدواء. تجيب قد يا زقويا و تنش بغيتك تي هاي 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 محطوطة ما عرف هاي 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 لك سلك دمه ما عدناش معك تي ما عدناش معك والله ما تزوي ولا تموتي وسيري سيري 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 بتي تعيشي سيري دوري وجيي عديني العمارية ما شو تحوت قداش لي جر نز ها شو تحوت اس ديزه طيب بغيت يقع طلعوا تنع الشيطان بغيت يقطعوا لا هو كيبغي يمشي للحجر كان طلعت ولا ما طلعت ايه طلع كان باغي يبقى لتحت تعال وي تعال ها من ديال الكورة انا هو صح هو راه عيا لا لا زينو طلع الزباد بوز 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 اخوي بوز ادخل سخن حتى زيد اصاحبي تفرفيد صحي حنا نخسرو لك حنا راه ندفو زيد اصاحبي زيد وزيد الحر واعر عليك واش تجي لك اللهم طلعت ايه مشى
البحر على اه انت سخنت يا جويد، كنت غتبقى في البحر تما يديك لينا البحر. ما احسن تدخل سخون ولا تبقى في كز. ها شتي من شاداه ها ها يلا بوس بوس مخسر مهرسين لك سنينة شتي مهرسين لك سنينة تنديرو نصاوبها لك صافي ما تخممش غنصاوب لك سنينة ولا عالي. ها هو سي سخون هاو ايه لا شايب مسيكين دير بريري تاع البحر بوحدو الله الله هو سي سخون مسيكين هو كيدور مسيكين غيرجع بريري هو هذا قدام الما يطير تا هو ما يتفاقش معايا فيما مشيت تابعني ادخل سخون حرمك على المشاكك جدا جدا البحر هائج علو الامواج ديالو تصل 3 أمتار ونص ولكن اليوم نوريكم الحصيله مره نوريكم الحصيله مره لا الحصيله لا باس بها متواضعه جدا 2 كيلو الله يجعل البركه انا كنقنع راسي اللي كيعطيه لي الله هذا الشيء الرزق ديالي ولكن لا اقل ولا اكثر هذا راه حوت زين تبارك الله هذا توا مزيان وهذا قراف الله يجعل البركه هذا 2 كيلو بعدا 2.5 الله يجعل البركه شي براش 2 كيلو كينشط كيقول الله يجعل البركه جا والله التيسير باش تصيروا عند الدراري هذا هو الربح. المهم ما نطولش عليكم نتمنى الفيديوهات يكونوا كيعجبوكم وسمحوا لي الا كان شي حاجه ماشي هذيك نصحوها من بعد اللي عنده شي سؤال يطرحوا علينا في الكومونتير ونجاوبو. بالنسبه ل غنخصو واحد النهار خاص الاسئله ديالكم ديال اللي كيسول على القصبه ولا على السريب ولا على الماكينه ولا على المهم هذاك الشيء كامل نجاوبو عليه ان شاء الله في شي فيديو نديرو شي فيديو خاص بهذوك الاجوبه الاسئله ديالكم نجاوبو عليهم ونتمنوا اخوتي نكون خفيف عليكم بلا ما نطول عليكم تهلاو ليا فروسكم وديما دعموا شعيبه ديم لايك بارطاجي وما تخليني وما ديروا مع شعيبه راه اخوكم انا راكم عزاز بلا صراحه الله يعمر دار كلكم لا الدول العربيه ولا الاوروبيه ولا المغاربه ولا صراحه الله يعمر دار السلام عليكم وطولوا ليا فروسكم ديما دخل سخون. السلام عليكم كي دايرين احنا دابا غادي الفيلاج ديال الوالديه باش نبيعوا الحصيله اللي شدينا اليوم. دابا الوالديه كتباع عيد علينا ب 9 كيلومتر 10 كيلومتر المهم العبار ديالها 9 كيلومتر باش بعيده علينا الضواط المسافه تاعها وهذا شفتو على الدار ديالي الدوار بساكن ودابا غنوريكم كيفاش كتمر عمليه البيع وكيفاش غنتخلص وشنو غيبقى ليا وكلشي ان شاء الله غتشوفوا في الفيديو. الله يسخر الله يجيب التيسير. دابا كنشم خطاف تقريبا شي كنمشيو ب 5 دراهم باش كنمشيو للفيلاج ديال الوالديه ومني نعبروا الحوت غنبيعوا غتشوفوا كلشي ان شاء الله. يلا بسلام عليكم. السلام عليكم كي دايرين الريس لاباس عليكم. ها الحصيله كي شتيو ها هي محطوطه فوق الميزان ها شعيبه بشحال يبيع الثمن 50 درهم جابت 2 كيلو 900 الثمن 145 درهم الله يجعل البركه الخير. هذا عيد منا واحد 10 دراهم ديال الركوب و 10 دراهم ديال ليسانس وندوش شوية تخربيق والدراري وحنا بخير وعلى خير الحمد لله على هذه النعمة اللي عطانا الله وهذا من فضل الله الله يجعل البركة. 2900 واخا الأحوال ديال البحر كانت اليوم سيئة كي شتيو البحر 3 أمتار ونص وكاين شوية ديال الكورينتي ولكن تبارك الله حنا كنصورو دابا عند السي رشيد المحل ديالو هو اللي كيقوم لينا بالمونتاج ديال الفيديوهات ديالنا التحية لي من هذا المنبر
وتحية لكم جميعا المتتبعين ديال شعيبه والمحل ديال السي رشيد، راه كيبيع المواد ديال الحلويات. اللي جا الوالديه بغى يتقدى شي حاجه ما فيها باش لا تعاوننا معاه، حتى حنا راه مسكين تا هو معاون معنا، والله يجيب ليه التيسير ونطلبوا الله يسهل عليه تا هو، راه ود الناس وتا حنا الله يسهل علينا والله يسهل على الجميع. يلا بسلام عليكم، طلعوا لي بروسكم. وشعارنا هو ادخل سخن وادخل سخن، خذ اخويا الدواء. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.